لأني أحبكم في الله ولأني أريد أن تكونوا في صحة وعافية. شاهدوا هذا الفيديو. مع توالي السنين والأعوام سيصل بعض البشر لمرحلة من النضج تدعى المرحلة الملكية، وكلمة الملكية ترمز إلى أمرين جميلين، أولها فخامة وروعة المرحلة، والأمر الثاني يعني أن حياتك ستكون ملكا لك وستهنأ فيها بممتلكات واسعة من الفرح وراحة البال. هي مرحلة يمتلك فيها الإنسان حياته، مرحلة تتسع فيها المدارك وتبعد فيها النظرة ويتسع فيها الصدر، مرحلة تتشكل بعد جملة من الخبرات وسلسلة من التجارب وكم من المواقف يتعامل صاحبها معها بعقل واعي وفكر يقظ، فيتعلم منها أشياء جميلة وإن أتت متأخرة، ولكن أن تصل متأخرا خيرا لك من ألا تصل. في هذه المرحلة لن تتورط في جدالات تافهة، ولن تدرج لمعارك صغيرة، ولن تبذل جهدا على ما لا يستحق من مواضيع. ولو وجدت نفسك قابعا في مستنقع جدل سقيم ستلتزم الصمت، ولن تصرف دقيقة في إقناع من لا يريد أن يفهم أو في محاولات تعديل مساره، ولسان حالك يقول لن أضيع وقتي عليك، ذاك اختيارك وأنت المسؤول. في هذه المرحلة لن تعطي توافه الأمور أكثر من قدرها، لن يزعجك صوت طفل ولن يقض مض، ولن يكدر مزاجك زحام الشوارع، ولن تحرق أعصابك كلمة نابية من سقيم. ستعرف حينها أن كل الأمور توافه ولا شيء يستحق الاهتمام سوى طاعة الله عز وجل. في هذه المرحلة لن تؤجر عقلك لأحد، ولن تجعل من حولك يفكر عنك، أحكامك أنت من يقررها، وفي هذه المرحلة ستصدر أحكاما منصفة عادلة لا عجلة فيها ولا اندفاع. في هذه المرحلة عندما تبتلى بكاذب فلن تتحرك فيك شعرة، ولن تحشد الأدلة والقرائن لإثبات كذبه، بل ستقول كذبه عليه ووقتي أثمن من معالجة أمر لا يقدم ولا يؤخر. في هذه المرحلة ستدرك أن الهداية بيد رب العالمين وأنك لا تهدي من أحببت. فالبعض قدره أن يكون جاهلا، والبعض قدره أن يكون عالة على الآخرين، والبعض قدره أن يغرق في مستنقع الغواية، ولو صببت المواعظ عليه صبا. ستدرك حينها أن الجهد عليك والتوفيق بيد رب العالمين. وخير دليل، انظر إلى الفيس واليوتيوب، مليان مواعظ، مليان ما يهدي إلى الحق، ولكنه قليل من يتعظ. اللهم اجعلنا من عبادك القليل. في هذه المرحلة أحبتي لن تهدر ما تبقى من عمرك في البحث عن الأحسن والأروع والأجمل، لأنك أدركت أنك عندها ستتجمد عند موقف الانتظار اللانهائي، بل ستقبل في هذه المرحلة بالحسن والمقبول والجميل، لكي تجد نفسك بعد حين في موضع أفضل قليلا أو كثيرا مما كان عليه. في هذه المرحلة ستدرك أنك المسؤول تماما عن صحتك وعن كل شؤون حياتك، وستعرف حينها أنه لن يحمل أحد عنك هما، ولن يقاسمك شخص سهرا، ولن يتبرأ أحد بأخذ المرض عنك. في هذه المرحلة لن تعمل بنظام الشمعة المحترقة، ولن تجعل نفسك شخصا من الدرجة الثانية، بل ستعتني بنفسك وتدللها وتقدمها دون أنانية أو هضم لحقوق من حولك. في هذه المرحلة ستدرك كم هي كريمة الحياة، فقط تحتاج أن تكون طاهر القلب، مبادرا، متحركا، متوكلا على الله، وبعدها ستنهال عليك الهبات من كل مكان. ستدرك في هذه المرحلة أن خيارك الوحيد أن تكون محبا، محبا لربك، لذاتك، للخير، محبا للبشرية، فمن يزرع الحب يجني الحياة. في هذه المرحلة لن تبخع نفسك حقها، ستلوي زمامها دون اضطهاد أو تحقير، وستعرف حينها أن السعادة والنجاح يعتمدان على مناقشة النفس وتقويمها دون تسلط وتصغير، فنفسك جديرة بالحب والتقدير وتستحق الأفضل. في هذه المرحلة ستدرك أن الحال لا يدوم، وأن الألم يزول، والوجع ينتهي، والظلم سيرفع حتما. ستدرك في تلك المرحلة أنه لا ثمة مواقف ولا مشاهد ولا نكبات في الحياة ميؤوس منها، فالحالات التي لا يرجى الخلاص منها عدم الانفكاك من تبعاتها نادرة جدا. في هذه المرحلة لن تتبع أخبار الناس، ولن تتقصى أحوالهم، لا يهمك إن كانوا سافروا أو لم يسافروا، ماذا أكلوا، ماذا شربوا، ماذا
هي سياراتهم؟ أين يسكنون؟ أمور لا تقدم ولا تؤخر. حن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. في هذه المرحلة لن تهتم إلا بنفسك، ولن يشغلك إلا إصلاحها. وفي هذه المرحلة الجميلة لن تقارن نفسك بأحد، بل ستعيش حياتك كما كتب الله لك، لا مد للعين ولا استنقاصا من نعم الله، بل آخذا لما وهبك الله وشاكرا له عليها. وفي هذه المرحلة ستدرك أن حياتك رهن تفكيرك أنت، فالتغيير منوط بتغيير طريقة التفكير، وليس بتغيير بيئة أو بامتلاك مال أو بترقية في وظيفة. في هذه المرحلة ستدرك أن البشر ليسوا ملائكة، ففيهم سيء الخلق، ومنهم قليل التدين، ومنهم بسيط الفهم. وستدرك أن البعض لا تسعفه أخلاقه أن يكون صاحب مروءة حتى في أوقات الوئام. في هذه المرحلة ستدرك أن التكيف مع الظروف أحد أهم أسباب السعادة، فمهما كانت قسوة ظروفك وصعوبة حياتك فلن تندب الحظ ولا تلعن الظروف، بل ستتأقلم مع ما لا يمكن تغييره، سوف تسعى لتغيير ما يمكن تغييره. وأخيرا أحبتي، لماذا تنتظرون مرحلة عمرية معينة حتى تنعموا بالمرحلة الملكية؟ نعم المرحلة الملكية أحبتي، خذ بها من الآن، فقليل من دروس الحياة ما تأخذه بالمجان. والعقلاء هم من يلتقطون الحكمة ويحاكون العظماء، يتعلمون من التجارب ويستفيدون من القوانين وما هي سماتها. وأنا هنا أدعوك لاختصار الوقت وإعفاء النفس من مؤونة التجارب، ولا تنتظر أن يتناهى بك السن وتطوى مراحل الشباب وتبلغ ساحل الحياة وتنعم بالمرحلة الملكية وأنت في ظل الشباب وربيع العمر، لكي تعيش حياة أفضل هانئة في صحة وعافية تليق بك. والله يحفظكم وأهليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.